لاستمرار هطول الأمطار أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة. نبدأ من حيث الحدث الأبرز، حيث شوارع مخيم نور شمس، والتي بالتأكيد هي ضمن مهام عدة مؤسسات، لكن أنتم تتواجدون في كل مرة، كذلك الحال بعد انسحاب قوات الاحتلال من أجل تقديم العون والمساعدة في تلك الشوارع. نعم صحيح، الحقيقة أنا يعني الآن عودتي من جولة في مخيم نور شمس وبالشارع الرئيسي شارع نابلس للاطلاع على يعني حجم الدمار، وآلياتنا بدأت العمل الحقيقة مباشرة بعد خروج قوات الاحتلال، بدأت العمل على الأقل في الشوارع وفي شبكة المياه في المي، لأنه هناك انقطاع للمياه بسبب ضرب الخط الرئيسي المغذي للمخيم. فأنا يعني يدوب رجعتي من جولة قمت بها للاطلاع ولترتيب الألياس، طبعا مع قسم الطوارئ أن في بلدية طول كرم، قسم الطوارئ، قسم المياه، قسم الكهرباء، جميع الدوائر الآن أصلا يعني تكون على أوجه الاستعداد لإصلاح الضرر. نعم. يلحق بالبنية التحتية. يعني مسبقا تحدثنا أن تكرار تعمد تخريب الخطوط الناقلة سواء للمياه أو حتى الكهرباء، الوصلات والشبكة وما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى يعني هلاك هذه الخطوط، وبالتالي يؤدي إلى استنزاف القدرات لديكم سواء كانت بشرية أو حتى مادية في إعادة وصلها وتأهيلها، ولربما سيكون الخيار من أجل أن يكون يعني بناء شبكات وخطوط أخرى، وهذا مكلف ومتعب بذات الوقت في ظل طبعا الأزمة الاقتصادية. نعم، بدون أدنى شك الحقيقة استنزاف كبير جدا لموازنة البلدية حقيقة، يعني ما أن ننتهي، يعني يمكن أنا كررت هذا الكلام، ما أن ننتهي من العمل حتى نعود للعمل مرة ثانية. يعني احنا يوم الجمعة الحقيقة نظرا لأنه حركة السير بتكون خفيفة، كان هناك عمل دؤوب من الساعة 6 صباحا وحتى قبيل المغرب في الشارع الرئيسي شارع نابلس مدخل مخيم نور شمس، وفي شارع البلاونة أيضا مدخل مخيم طول كرم، كان عمل دؤوب طيلة الوقت في الآليات والمعدات، وهذا يوم الجمعة، يعني صبحنا اليوم نعيد الكرة مرة ثانية في الإصلاح. خطوط المياه نفس الشيء، الخط الرئيسي المغذي لنور شمس يعني على الأقل هذه يمكن للمرة الثالثة التي يتم فيها ضرب هذا الخط، وهذا الحقيقة يستنزف جهد وكلفة عالي جدا، لأنه هذا خط رئيسي ليس من السهل، هذا بيكون على عمق يعني كبير، بحاجة إلى آليات ومعدات تشتغل فيه، إضافة إلى المواد يعني المواسير. أي نحن الآن بنقوم بتزويد المخيم بمواسير بطول 12 متر، يعني الحقيقة نعم هذا يستنزف ميزانية البلدية بشكل واضح، الكلفة عالية جدا. نحن نتكلم عن الكهرباء، احنا خلال شهرين تم استبدال 8 محولات، كل محول 66 ألف شيكل خلال شهرين، وهذه تكاليف باهظة جدا. نعم، إضافة إلى كما قلت خطوط شبكة المياه، خطوط الصرف الصحي. الصرف الصحي عندنا لدينا مشكلة حقيقة كبيرة، عندما يتم ضرب هذه الخطوط نضطر إلى التعاقد مع مقاولين لعمل الخطوط مرة ثانية يعني من جديد، لأنه لا يمكن أن نترك مياه المجاري أو المياه العادمة تفيض في الشوارع والطرقات. نعم، الشوارع نفسها يعني واضح جدا التخريب كبير، يعني بحاجة إلى وضع كركار مؤقت ولو بشكل مؤقت، لأن الكركار مش شيء دائم، لكن على الأقل حتى نسهل حركة سير المركبات وسير الناس في هذه الشوارع. في أي الشوارع يعني قمتم بإجراء وضع مثل يعني مادة الكركار، ولكن يعني ولا يوجد هنالك أي تخوفات مثلا من أن تجرف وتنسحب نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار في طول كرم؟ مع مياه الأمطار متوقع أنه تجرف، لكن لا يوجد حل آخر، لا يمكن، لا نستطيع القيام بعمل طبقة إسفلتية يعني زفتة، لا يمكن، لأنه ممكن مرة أخرى يتم تخريبها، ويعني هذا الأمر ليس حل، يعني لا يمكن
احنا بنقوم بوضع الكركار وبدحله قدر الامكان يعني تسهيل كما قلت تسليك الامور، لكن ليست حل نهائي ولا حل دائم. نعم الشوارع كثيره جدا التي قمنا بالعمل فيها يعني سواء في مخيم نور شمس او في مخيم طول كرم او في الشارع الرئيسي الرابط مع شارع نابلس يعني المدخل الشرقي لمدينه طول كرم، شوارع الحي الشرقي منطقه المقاطعه ونزول مفرق ابو صفيه هاي المنطقه كمان كان فيها تدمير للشارع وللبنيه التحتيه بشكل عام، حتى خطوط الصرف الصحي تم ضربها في تلك المنطقه اضافه الى خطوط المياه هذه في الحي الشرقي من مدينه طول كرم. نعم فالعمل كبير الحقيقه يعني كبير، شوارع كثيره التي نقوم بها. احنا استعنا طبعا ببعض البلديات مشكورين يعني قاموا بالمساعده في بعض الاليات. طبعا العمل يتم بالتنسيق مع وزاره الاشغال، ايضا وزاره الاشغال عندهم داجر وجرافي وجريدر بيساعدوا في انجاز العمل. الحكم المحلي طبعا احنا بننسق تماما مع الحكم المحلي للقيام بواجبنا احنا تجاه اهلنا في المخيمات واهلنا في المدينه. نعم. وواضح جدا أن هذا الحمل سيكون كبيرا جدا وأعانكم الله وجهود تقدر في كل ما يتم القيام به، وربما يعني بعيدا عن التخريب وعن التدمير بالحديث وكذلك مع كميات الأمطار الكبيرة الهاطلة على وكانت من نصيب مدينة طول كرم، ماذا عن التعامل مع ما يتعلق سواء بال يعني العبارات والمناهل والتي بالعاده يعني تتراكم فيها الاوساخ، ولكن يعني انتم ما الاجراءات التي قمتم بها؟ الحمد لله رب العالمين الحقيقه يعني ما كان في رغم كميه الامطار الكبيره التي هطلت وهذه امطار خير ان شاء الله على مدينه طول كرم. نعم. الا انه الحمد لله الاجراءات الاستباقيه التي قمنا بها من فتح للعبارات وتنظيف للمناهل وعمل خطوط تصريف مياه أمطار جديدة خلال العام الماضي قمنا بعمل بتمديد عدة خطوط لتصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق التي كانت تغرق في خلال المطر. لا أريد أن أستفيض في هذا الموضوع لذكر هذه المناطق، لكن الحمد لله رب العالمين هذا العام يعني قليل جدا الشكاوى التي وصلت في موضوع تصريف مياه الأمطار، يعني قليل جدا المواقع اللي كان فيها لا أقول فيضان إنما يعني عدم تصريف بشكل جيد للأمطار، يعني بشكل عام كان الوضع كثير ممتاز مسيطر عليه. نعم مسيطر عليه الحمد لله، كثير يعني من المناطق تم حل مشاكلها من فضل الله. نعم إجمالا نتمنى كل السلامة والأمان لأهلنا في طول كرم في ضواحيها في مخيماتها في بلداتها. شكرا جزيلا الشكر لك الدكتور رياض عوض رئيس بلدية طول كرم، شكرا لك على هذه المداخلة والتوضيح، ونواصل مع حضراتكم في